السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنستكمل الجزء العملي الخاص بمادة المالتي ميديا أو الوسائط المتعددة الفرقة الرابعة علوم الحاسب. معكم أحمد الطوخي المدرس المساعد بقسم علوم الحاسب. كنا اتكلمنا قبل كده عن مفهوم الوسائط المتعددة، وقلنا إن مفهوم الوسائط المتعددة عبارة عن تكامل أو دمج ما بين أكتر من وسيلتين معا، زي النصوص، زي الصور، زي الأصوات، زي الرسوم المتحركة، زي الصور المتحركة أو الرسومات الخطية. تكامل لأكثر من وسيلتين باستخدام الحاسب أو باستخدام برامج الحاسب بصورة تفاعلية عشان أقدر أحقق هدف محدد. طيب، إيه هي الوسائل اللي إحنا ممكن نستخدمها في منتج الوسائط المتعددة؟ إحنا ممكن نستخدم نصوص مكتوبة، ممكن نستخدم مؤثرات صوتية، ممكن نستخدم رسومات خطية، ممكن نستخدم صور ثابتة أو صور متحركة أو رسومات متحركة. كمان ممكن نستخدم الواقع الافتراضي الـ Virtual Reality. طيب، إحنا بنستخدم كل الوسائل دي عن طريق Softwares موجودة هنتعامل معاها إن شاء الله بصورة تفاعلية. بعمل دمج لكل الوسائل دي بصورة تفاعلية عن طريق مجموعة من السوفت ويرز عشان أحقق أهداف معينة لفئة معينة. طيب، إيه هي الأهداف اللي ممكن أحققها من خلال الوسائط المتعددة أو من خلال برنامج الوسائط المتعددة اللي إحنا هنخرج بيه في الآخر؟ في المجال بتاعنا أو في المادة بتاعتنا إن شاء الله إحنا بنركز على مجموعة مميزات للوسائط المتعددة أو استخدامات الوسائط المتعددة. زي إيه؟ زي ان انا ممكن انتج برنامج وسائط متعدده يحل بعض المشكلات التربويه. زي ايه المشكلات دي؟ زي مشكله مثلا التسرب من التعليم، مشكله الملل من المذاكره. ايه تاني اللي ممكن استفاده من برنامج الوسائط المتعدده؟ ممكن انمي قدرات المتعلمين، ممكن ازاي ازود النشاط الذاتي والتلقائي للمتعلمين. كمان ممكن نحقق جوانب مختلفة لأهداف تعليمية ومعرفية ومهارية للمتعلمين. فأنا عندي مجموعة مميزات بخرج بيها من استخدامي لبرنامج الوسائط المتعددة. فإن شاء الله إحنا هنتكلم عن جزء جزء من الوسائل اللي ممكن نستخدمها عشان أقدر أنتج برنامج وسائط متعددة، تمام؟ وزي ما وضحنا ان انا بستخدم البرنامج ده في النهاية عشان احقق مجموعة اهداف محددة للمستخدمين. اول وسيلة عندنا ممكن نستخدمها في برنامج الوسائط المتعددة هي النصوص المكتوبة او التكست. النصوص المكتوبة او التكست، يعني ايه نصوص مكتوبة؟ النصوص المكتوبة دي عبارة عن كل ما تحتويه الشاشة من بيانات مكتوبة بنعرضها على المتعلم أثناء تفاعله مع برنامج الوسائط المتعددة. يعني هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن كل ما تحتويه الشاشة من بيانات مكتوبة بنعرضها للمتعلم أثناء تفاعله مع البرنامج بتاعنا. تمام؟ طيب، أهم عاملين مرتبطين بالنصوص المكتوبة هو عامل القابلية وعامل الإنقرائية. يعني إيه قابلية؟ قابلية هي قدرة القارئ على أن يحدد بنجاح ويستخلص من النص ما يريده. يعني أنا التكست اللي هيتكتب عندي في برنامج الوسائط المتعددة ده لازم المتعلم أو القارئ يقدر يستخلص منه معلومة مفيدة، يقدر يطلع منه بحاجة مفيدة. طيب، العامل التاني اللي عندي اللي لازم يكون متوفر في النصوص المكتوبة عامل الإنقرائية. يعني إيه عامل الإنقرائية؟ ده بيرتبط بمدى سهولة القارئ أو المتعلم في تفسير العلاقات الحادثة بين جمل النص ومكوناته. عبارة عن ارتباط بمدى سهولة تفسير العلاقات الحادثة بين جمل النص ومكوناته. فأول وسيلة عندي في برنامج الوسائط المتعددة هو التكست، النص المكتوب، الكلمات اللي احنا بنشوفها على برنامج الوسائط المتعددة. الكلمات دي لازم تتوفر فيها صفتين، اول صفة اللي هي القابلية وتاني صفة اللي هي الانقرائية.
تاني وسيلة عندي هي المؤثرات الصوتية أو الصوت بشكل عام اللي هو الساوند. الصوت عنصر مهم قوي في برنامج الوسائط المتعددة. ليه؟ لأنه بيضيف جزء من الواقعية لبرنامج الوسائط المتعددة. عدم وجود الصوت بيقلل من التأثير، بيقلل من الواقعية لبرنامج الوسائط المتعددة بتاعي. طب يعني ايه صوت؟ الصوت ده عبارة عن ايه؟ الصوت هو يقصد بيه عبارة عن مجموعة من الأحاديث المسموعة والمنطوقة بلغة ما. الصوت بتاعي عبارة عن أحاديث مسموعة ومنطوقة بلغة إيه؟ ما. طيب بغرض إيه؟ بغرض إعطاء توجيهات أو إرشادات للمتعلم عشان أقدر أوصل له معلومة أو مهارة معينة. الصوت مهم؟ آه مهم، لأنه بيزود من الفهم والتفاعل وكمان بيشد الإيه؟ الانتباه. طيب يعني ايه رسوم خطية او جرافيكس؟ الرسوم الخطية دي عبارة عن تكوينات، تعبيرات تكوينية بالخطوط والاشكال بتظهر في صورة بيانية، عبارة عن تعبيرات تكوينية بالخطوط والاشكال بتظهر في صورة رسوم بيانية خطية او دائرية. كمان ممكن تظهر في شكل اعمدة او صور، وممكن تكون خرائط تتابعية، ممكن تكون رسوم توضيحية أو لوحات إيه؟ زمنية أو شجرية. طيب إحنا أصلا بنشرح الكلام ده كله ليه؟ لأننا زي ما قلت لكم إحنا في منتج الوسائط المتعددة، في برنامج الوسائط المتعددة لازم أعمل دمج ما بين على الأقل وسيلتين. تمام، ما بين على الأقل إيه؟ وسيلتين. فإحنا شرحنا النصوص المكتوبة عبارة عن إيه؟ المؤثرات الصوتية عبارة عن إيه؟ الرسوم الخطية عبارة عن إيه؟ طيب الوسيلة الرابعة اللي عندي اللي هي الصور الثابتة. الصور الثابتة عبارة عن إيه؟ عبارة عن لقطات ثابتة لأشياء حقيقية يمكن عرضها لأي فترة إيه؟ زمنية. الصور الثابتة اللي هي الستيل بيكتشر عبارة عن لقطات ثابتة لأشياء حقيقية يمكن عرضها لأي فترة زمنية. طيب والصور المتحركة؟ الصور المتحركة اللي هي الموشن كيتشرز عبارة عن مجموعة من اللقطات الفيلمية المتحركة بتسجل بطريقة تماثلية سواء كانت أنالوج أو ديجيتال، وكمان بتعرض بنفس الطريقة اللي هي إيه؟ سجلت بيها. يبقى الصور المتحركة اللي هي الموشن جرافيكس أو الموشن كيتشرز عبارة عن مجموعة من اللقطات الفيلمية المتحركة بتسجل بطريقة تماثلية أنالوج أو طريقة رقمية ديجيتال، وبتعرض بنفس الطريقة التي سجلت بها. واخيرا ايه هو الواقع الافتراضي اللي هو الفيرتشوال رياليتي. الفيرتشوال رياليتي مفهومه عباره عن كل ما يحاكي الواقع او يناظره بدرجه بيخيل للمتعلم انه واقع. الفيرتشوال رياليتي او الواقع الافتراضي هو عباره عن كل ما يحاكي الواقع او يناظره لدرجه يخيل لنا او للمتعلم انه ايه؟ واقع. تمام، يبقى انا قلت او شرحت مفهوم الوسائط المتعدده. قلت عباره عن منتج بيدمج مجموعة من الوسائل سواء كانت نصوص مكتوبة، مؤثرات صوتية، رسوم خطية أو متحركة، صور ثابتة أو متحركة أو واقع افتراضي. كل الكلام ده باستخدام الحاسب، باستخدام مجموعة من السوفت ويرز بنقدمه بطريقة تفاعلية عشان أقدر أحقق إيه؟ هدف معين لفئة معينة. طيب نتكلم بقى على جزء بتاع مراحل إنتاج الوسائط المتعددة. ايه هي مراحل انتاج الوسائط المتعددة؟ عشان انتج برنامج وسائط متعددة اخدم بيه فئة معينة، احقق بيه هدف معين، هدف تعليمي مثلا، هدف تربوي، لازم البرنامج بتاعي يمر بمراحل معينة. اول مرحلة عندي مرحلة التحليل والاعداد اللي هي مرحلة التخطيط. اول مرحلة في مراحل انتاج برنامج الوسائط المتعددة هو مرحلة التحليل والإعداد اللي هي مرحلة الايه؟ التخطيط. في البداية لازم أحدد ايه هو الهدف من إنتاج برنامج الوسائط المتعددة. ايه هو الهدف من إنتاج برنامج الوسائط المتعددة؟ كمان لازم أحدد ايه مين هم الفئة المستهدفة من البرنامج بتاعي. زي ايه مثلا؟ دلوقتي أنا محتاج أعمل برنامج وسائط متعددة عشان أعرض بيه مثلا أحداث تاريخية. أحقق هدف تعليمي، هدف ثقافي،
طيب هخاطب بيه مين؟ هخاطب مثلا بيه فئة معينة. هل لما اجي اعمل برنامج وسائط متعددة لفئة اطفال هيكون نفس البرنامج اللي هخاطب بيه ناس مثلا فوق ال 16 سنة او ال 12 سنة؟ اكيد هيختلف. ممكن اعرض برنامج الوسائط المتعددة او اكريت برنامج الوسائط المتعددة للفئة الصغيرة للاطفال بشكل كرتوني عشان يقدروا يستوعبوا الاحداث التاريخية، يقدروا يستوعبوا المعلومات اللي هتكون فيه على حسب سنهم، بعكس البرنامج اللي انا هعمله للناس الكبيرة. فكل فئة ليها متطلبات معينة، ليها مساحة من الإدراك، لازم أخاطب المساحة اللي هم فيها. تمام؟ يبقى أول خطوة عندي في مراحل إنتاج برنامج الوسائط المتعددة مرحلة التحليل والإعداد، بنحدد إيه هو الهدف ومين هم الفئة المستهدفة. مهمة قوي النقطة دي عشان أقدر أحدد أو أقدر أحصل على الهدف المرغوب منه في النهاية. أنا في النهاية أنا بعمل برنامج وسائط متعددة عشان إيه؟ أعرض حاجة معينة، أعرض حدث تاريخي، أعلم شيء معين، أعلم ناس شيء معين. طيب الناس اللي هعلمهم أو الناس اللي هعرض لهم الحدث التاريخي ده مقدار الإدراك بتاعهم واصل لحد فين؟ هخاطب أنا ناس ثقافتها إيه؟ تمام؟ فلازم بنحدد الفئة المستهدفة من برنامج الوسائط المتعددة. طيب ايه هي تاني مرحلة؟ مرحلة التصميم وكتابة السيناريو. من المراحل المهمة قوي، تمام، بعد مرحلة التحليل والإعداد مرحلة السيناريو، مرحلة التصميم دي عبارة عن هيكلة مفصلة، هيكلة مفصلة للمنتج اللي أنا هخرج بيه في النهاية. طيب بتتضمن ايه المرحلة دي؟ تتضمن عندي الانترفيس، تتضمن الواجهة والفواصل الزمنية. تمام؟ انا عندي في النهاية برنامج الوسائط المتعددة عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة لقطات. تمام؟ اللقطات دي انا ممكن استخدم فيها مجموعة وسائل زي الصوت والصورة. تمام؟ طيب الصوت والصورة في زمن معين هيكون لي لقطة. في السيناريو بقى لما اجي اكتب سيناريو، لما اجي اصمم سيناريو، تمام، انا بقول انا محتاج اللقطة الفلانية تتعرض في الزمن الفلاني بالطريقة الفلانية. تمام؟ اللقطة التانية دي محتاج اعرضها بالطريقة دي في الزمن اكس مثلا عشان احقق الهدف الكلي لبرنامج الوسائط المتعددة. لازم كل لقطة تاخد حقها، لازم كل لقطة تاخد حقها. هتتعرض ازاي وهتتعرض في توقيت قد ايه؟ تمام؟ طيب بعد ما حللت وبعد ما خططت وعملت اعداد عندي وحددت الاهداف وحددت الفئة المستهدفة، تمام، وجمعت الوسائل بتاعتي اللي انا هستخدمها، كتبت السيناريو بتاعي، ندخل في مرحلة التنفيذ والانتاج. مرحلة التنفيذ والإنتاج دي تالت مرحلة مهمة عندي في مراحل إنتاج برنامج الوسائط المتعددة. بستخدم الأدوات والبرامج، هستخدم الأدوات والبرامج لإضافة المحتوى عشان أضيف المحتوى اللي أنا صممته في السيناريو، اللي أنا صممته في السيناريو. أنا قلت في السيناريو أنا هحتاج كذا وكذا وكذا، تمام، مجموعة من الصور كذا، مجموعة من الرسومات الخطية كذا، مجموعة من اللقطات الفيلمية كذا، مجموعة من الصور المتحركة، مجموعة من الفيرتشوال رياليتي. تمام؟ كل الحاجات دي في زمن معين هعرضها بشكل معين. تمام؟ باستخدام ايه؟ قلنا في البداية باستخدام الحاسب الآلي، هنستخدم برامج الحاسب الآلي، هنستخدم الصوت عشان نقدر نعدل على الصوت، نقدر نسجل الصوت ونعدل عليه عن طريق برنامج الكول إيديت، وهنستخدم الأدوب بريمير عشان نقدر نعمل ميكس ما بين الوسائل دي. طيب انا بعد ما دخلت وعملت مرحلة التنفيذ والانتاج، رابع مرحلة عندي مرحلة التجريب والتطوير. طيب انا انتهيت من التنفيذ، بعد ما تنتهي من التنفيذ لازم تتشيك على الشغل بتاعك، لازم تشوف انت وصلت لايه، هل اللي انت عملته ده هو اللي كان مرجو منك ولا لا، هل انت حققت اهدافك ولا لا،
ولا هل الموضوع بتاعي ده او البرنامج بتاعي ده محتاج جانب من التطوير عشان يتعرض بشكل افضل، عشان يحقق الهدف بشكل افضل ولا لا؟ تمام. يبقى انا في مرحلة التجريب والتطوير بتأكد من ان انا حققت الاهداف اللي انا ايه كنت عايزها، واتأكد ان البرنامج بتاعي خالي من الاخطاء اللغوية والايه والعملية. لازم قبل ما نعمل بابلش في الاخر، تمام، لازم نتأكد ان البرنامج بتاعنا، برنامج الوظائف المتعددة، حقق الاهداف المرغوبة والمطلوبة منه، تمام، خاطب الفئة المستهدفة بتاعته، وكمان خالي من الاخطاء اللغوية والعملية. طيب رابع مرحلة او خامس مرحلة، مرحلة النشر والتوزيع. انا في النهاية طلعت المنتج بتاعي، هطبعه على اقراص مثلا، تمام، واعمله بابلش على النت او على مواقع التواصل الاجتماعي. فايه هي خمس مراحل اللي احنا بنستخدمها عشان اقدر انتج بيها برنامج وسائط متعددة؟ اول مرحلة قلنا مرحلة التحليل واعداد التخطيط، بحدد الاهداف والفئة المستهدفة، بعد كده بصمم وبكتب السيناريو. السيناريو بتاعي عبارة عن هيكلة مفصلة وكاملة للمنتج، متضمنة الواجهة والفواصل الزمنية. بعد كده بندخل في مرحلة التنفيذ والإنتاج، بستخدم بقى مجموعة الأدوات والبرامج عشان أقدر أخرج بفيديو أو أخرج ببرنامج وسائط متعددة، تمام. رابع مرحلة، مرحلة التجريب والتطوير، بتأكد إن أنا فعلا حققت الأهداف المطلوبة مني والبرنامج بتاعي خالي من الأخطاء اللغوية والعملية. في النهاية أنا ببلش إيه الشغل بتاعي. مرحلة تصميم وكتابة السيناريو، ده الشكل العام للسيناريو. السيناريو بيتكون من إيه؟ بيتكون من رقم لقطة. احنا قلنا منتج المالتي ميديا عبارة عن مجموعة لقطات، في اكتر من وسيلة، في اكتر من وسيلة. فانا عندي هنا رقم اللقطة، الصوت المدرج في المنتج وسائط متعددة، الصورة اللي هتتعرض في لقطة رقم كذا، وسيلة الانتقال ما بين اللقطات، زاوية الكاميرا، الإضاءة، الزمن اللي هتستغرقه اللقطة في العرض، والملاحظات. تاني، عشان أكتب السيناريو يا شباب بتبع الجدول ده. الجدول ده إيه محتواه؟ أول حاجة عندي رقم اللقطة، بحدد رقم لقطة كل إيه؟ كل جزء. فأنا بقول مثلا اللقطة رقم واحد فيها كذا، اللقطة رقم اتنين فيها كذا، لقطة رقم ثلاثة فيها كذا. طيب اللقطة رقم واحد مثلا هتحتوي على صوت، وسيلة من ضمن الوسائل، عندي صوت، صورة، الصور الثابتة، الصور المتحركة، الوسائل اللي احنا قلنا عليها. فأنا عندي رقم للقطة، الصوت المدرج في اللقطة رقم واحد مثلا، الصورة اللي موجودة في نفس اللقطة، وسيلة الانتقال اللي هستخدمها لما تظهر اللقطة، زاوية الكاميرا اللي هتتعرض بيها اللقطة، والإضاءة، وزمن اللقطة، وملاحظات. زمن اللقطة دايما بيبقى بالثانية يا شباب، زمن اللقطة دايما بيكون بالإيه؟ بالثانية. خلينا ناخد مثال عشان الصورة تتضح بشكل أكبر أو بشكل أوضح. المثال اللي هتكلم عنه إن شاء الله هو برنامج وسائط متعددة لتعليم مناسك الحج. هنشرح مناسك الحج، تمام، لفئة معينة. أول حاجة قلناها إيه؟ أنا بحدد الهدف والفئة في برنامج الوسائط المتعددة. لما أجي أبدأ أعمل برنامج وسائط متعددة، بحدد الهدف والفئة اللي أنا هستهدفها. فأنا الهدف بتاعي إن أنا أعلم الناس مناسك الحج، هيؤدوا مناسك الحج إزاي، تمام، ده الهدف بتاعي. طيب هخاطب مين؟ إيه الفئة اللي أنا هخاطبهم بيها؟ مين الفئة اللي أنا هخاطبهم؟ أنا مثلا هخاطب الأطفال، تمام. أكيد لما أعرض
مناسك الحج للأطفال هيكون مختلف بشكل كامل عن إني أعرضه للناس الكبيرة، تمام؟ طريقة العرض هتختلف، الكلام نفسه هيختلف، لأن الإدراك لدى الطفل أقل من الإدراك بالنسبة للراجل العاقل يعني أو الراجل الكبير. طيب عندي هنا قلنا عندي سيناريو بيتكون من مجموعة كولومز، الكولوم الأولاني فيه رقم اللقطة، الصوت، الصورة، وسيلة الانتقال، زاوية الكاميرا، الإضاءة، زمن اللقطة والملاحظات. عندي مثلا اللقطة الأولى، تمام، رقم اللقطة، عندي رقم لقطة رقم واحد، هعمل إدراج لصوت البسملة مثلا أو لصوت الشيخ عبد الباسط هيقول البسملة اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. يبقى في اللقطة رقم واحد هنعرض صوت القارئ الشيخ عبد الباسط وهيقول إيه؟ البسملة. طيب في اللحظة دي أو في اللقطة دي هيتعرض إيه؟ هتتعرض الصورة، تمام؟ هتتعرض الإيه؟ الصورة. هتتعرض الصورة مثلا في زمن مقداره 20 ثانية، تمام؟ 20 إيه؟ ثانية. طب إيه هي وسيلة الانتقال اللي هستخدمها؟ عندنا في الكتاب يا شباب في صفحة 100 وسيلتين انتقال، تمام؟ أول وسيلة هي وسيلة الدمج أو المزج، تمام؟ وسيلة المزج اللي هي الديزولف، تمام؟ إيه هي وسيلة المزج؟ المزج عبارة عن اختفاء تدريجي للقطة، تمام؟ اختفاء تدريجي للقطة، بخفي اللقطة اللي على الكاميرا رقم واحد وبعمل ظهور تدريجي للقطة اللي موجودة على الكاميرا اتنين في نفس التوقيت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هحصل في النهاية على تداخل تدريجي للقطة الاولى مع اللقطة التانية، تمام؟ يبقى من وسائل الانتقال اللي عندنا النهاردة عندي الديزولف، المزج. مفهوم المزج ايه؟ او الديزولف ان انا بعمل اختفاء تدريجي للقطة اللي موجودة على الكاميرا واحد وبعمل ظهور للقطة اللي موجودة على الكاميرا اتنين في نفس الوقت، فبيحصل عندي ايه؟ تداخل تدريجي ما بين اللقطتين. طيب عندي وسيلة انتقال تانية، عندي وسيلة المسح، تمام؟ وسيلة المسح من اكتر الوسائل اللي ممكن الناس بتستخدمها. عبارة عن ايه؟ عبارة عن دخول صورة بتمسح الصورة الموجودة مسبقا. يعني انا هحط صورة، تمام، هتمسح الصورة الموجودة، هتدخل تعمل ايه؟ مسح، بتدخل الصورة الجديدة محل الصورة القديمة، تمام. عندي وسائل انتقال كتير، عندي قط، عندي زوم ان، زوم اوت، فانت بتختار وسيلة الانتقال حسب اللقطة بتاعتك، تمام، او حسب طريقة عرضك للقطة، تمام. فأول حاجة عندنا رقم اللقطة واحد، هنعرض صوت قارئ الشيخ عبد الباسط للبسملة وهنعرض صورة البسملة، تمام، وهنحدد وسيلة الانتقال مثلا بتاعتنا وليكن الايه؟ الديزولف اللي هي المزج. طيب ايه هي زوايا الكاميرا اللي احنا ممكن نستخدمها؟ عندنا اربع زوايا تصوير ممكن نستخدمهم على حسب رؤيتك لعرض اللقطة. أول زاوية عندنا لقطة في مستوى النظر اللي هو في مستوى رؤية العين، بنسميها الاي ليفل شوت، تمام، لقطة في مستوى الايه؟ النظر. بتكون الكاميرا محطوطة في مستوى منسوب عين الايه؟ عين الشخص. اللقطة دي او الزاوية دي بتمثل وجهة النظر العادية في رؤية الايه؟ الاشخاص. بنتكلم في لقطة تأثيرها الدرامي محدود، لكن في النهاية هي بتمثل الرؤية الموضوعية للأشياء، تمام. يبقى أنا عندي أول زاوية من زوايا التصوير أو زوايا الكاميرا لقطة في مستوى النظر أو في مستوى رؤية العين، الكاميرا بتكون محطوطة في مستوى منسوب عين الشخص الطبيعي، بتمثل وجهة النظر العادية في رؤية الأشخاص، في رؤية الأشخاص للأشياء والمناظر، ولقطة ذات تأثير درامي محدود بتمثل الرؤية الموضوعية للأشياء. طيب تاني زاوية عندنا من زوايا الكاميرا أو زوايا التصوير لقطة مرتفعة أو زاوية مرتفعة، الهاي أنجل شوت، الهاي أنجل إيه؟ شوت.
اللقطة دي بتكون من فوق، بتظهر كل العلاقات ما بين أجزاء المشهد الواحد أو ما بين أجزاء اللقطة. بتفيدني في إيه طيب؟ بتفيدني إن أنا ممكن أتعرف على جغرافية المكان، بتاخد شوت واسع للأريا اللي فيها المشهد، تمام؟ بتظهر الأشياء المصورة بصورة صغيرة، تمام؟ بنستخدمها أوقات في إن إحنا مثلا ممكن نقلل من قيمة المشهد، يعني عايزين نظهر حاجة بشكل عديم القيمة أو شكل تافه، فبناخد إيه؟ ناخد شوت بزاوية إيه؟ مرتفعة، تمام؟ قلت شوت بزاوية مرتفعة اللي هي لقطة الزاوية المرتفعة الهاي أنجل شوت، بتظهر العلاقات بين أجزاء المشهد، بتفيد إن أنا ممكن أتعرف على جغرافية المكان، وبتظهر الشيء المصور صغيرا أو عديم الإيه؟ القيمة. طيب ثالث زاوية عندنا لقطة الزاوية المنخفضة اللو أنجل شوت، اللو أنجل إيه؟ شوت. بنستخدمها عادة اللقطة دي عشان نعمل إثارة للمشهد، إثارة للقطة. اللقطة دي أو الزاوية دي بتبالغ في تصوير حجم المنظور وسرعة الحركة. لما نكون عايزين نبالغ في اللقطة أو في المشهد، تمام، بنستخدم لقطة الزاوية المنخفضة، تمام. بتعمل اللقطة دي على فصل الشيء المراد تصويره عن بقية الإيه؟ المشهد. يعني باخد شوت لشيء معين بعيد عن المشهد ككل. طيب عندنا لقطة تانية أو لقطة رابعة اللي هي اللقطة الرأسية. دي أكتر اللقطات اللي إحنا بنستخدمها عشان نوصف بيها المناظر الطبيعية، بتكون بشكل إيه؟ بشكل أفقي، بتعرض الموضوع وبتعرض تفاصيله. عندي لقطة أخيرة اللي هي اللقطة المائلة، أوقات بنسميها اللقطة المنحرفة، بيكون وضع الكاميرا فيها مائل مع توجيهها لأعلى أو لأسفل على حسب. اللقطة دي بتلفت الانتباه. ليه بتلفت الانتباه؟ نظر لغرباتها، يعني بيبقى فيها حاجة مش مظبوطة، تمام؟ بنستخدمها في حالات قليلة جدا. لو أنا مثلا عايز أصور أو أعبر في اللقطة بتاعتي عن الحالات الذهنية المفاجئة لشخص مثلا يعاني من تأثير المخدرات، فبستخدم اللقطة المائلة. يبقى أنا عندي 5 لقطات، عندي لقطة في مستوى النظر أو في مستوى رؤية العين الـ Eye Level Shot، وعندي لقطة مرتفعة لقطة الزاوية المرتفعة الـ High Angle Shot، وعندي لقطة الزاوية المنخفضة الـ Low Angle Shot، وعندي اللقطة الرأسية واللقطة المائلة. خامس حاجة هنتكلم عنها من عناصر السيناريو وهي الإضاءة. الإضاءة بشكل عام في برنامج الوسائط المتعددة بنستخدمه لغرضين، غرض تقني وغرض فني. طيب ايه هي انواع الاضاءات اللي احنا ممكن نستخدمها؟ عشان اعرف انواع الاضاءات لازم الاول احدد معايير الاضاءة. احدد ايه؟ معايير الاضاءة. يعني ايه مثلا؟ معايير الاضاءة تنقسم لقوتها او شدتها، نوع الاضاءة، واتجاهه. يعني أنا دلوقتي عندي لقطة، هحدد الإضاءة بتاعتها، هل هي مثلا إضاءة خلفية، هل هي إضاءة جانبية، إضاءة أساسية، إضاءة الكاميرا، تمام؟ في معايير رئيسية، بحدد نوع الإضاءة اللايت كواليتي، وبحدد شدتها، وبحدد إيه؟ اتجاهها. الكلام ده كله كلام عميق إحنا مش هنستخدمه. احنا كل اللي عايزين او مطالبين نعرفه ايه هي انواع الاضاءات او الاساليب المستخدمه في توزيع الاضاءه في برنامج الوسائط المتعدده. احنا ممكن نستخدم الضوء الاساسي او الاضاءه الرئيسيه او الاضاءه الخلفيه او الاضاءه الجانبيه او ضوء الايه الكاميرا. عندك بعض الاضاءات ممكن تطلع عليها في الكتاب. فلو انا دلوقتي محتاج اعرض اللقطة رقم 1، ممكن أعرضها بوسيلة انتقال ديزولف، ممكن أعملها زاوية كاميرا في مستوى النظر، ممكن أعمل إضاءة
أساسية مثلا، أو خلينا نقول إضاءة جانبية. تمام، بعد كده زمن اللقطة، بنحدد زمن اللقطة والملاحظات، سواء بنكتب فيها ديتيلز أو ما بنكتبش فيها. طيب عندي مثلا لقطة رقم 2، هقول إيه مثلا؟ هقول إن البرنامج ده برنامج وسائط متعددة، فائدته تعليم مناسك الإيه؟ الحج. يبقى إحنا هنسجل صوت، تمام، أو هنجيب صوت، الصوت ده هنعمل له إيديت على برنامج الكول إيديت ونضيفه لمنتج الوسائط المتعددة بتاعي. يبقى أنا دلوقتي هقول إن أنا مثلا عندي برنامج وسائط متعددة بستخدمه عشان إيه؟ أعلم مناسك الحج. هنعرض صورة توضيحية، تمام، وهنقول وسيلة الانتقال مثلا زوم إن أو زوم أوت، زاوية الكاميرا مثلا زاوية مرتفعة، أو زاوية منخفضة حسب رؤيتك أنت لعرض اللقطة، الإضاءة مثلا إضاءة أساسية، زمن اللقطة مثلا هياخد له هنا 30 ثانية. بعد كده هنحدد فريق الإعداد، فهنقول مثلا فريق الإعداد ونعرض إيه؟ أسماء الفريق اللي هيكونوا أو اللي هيشتغلوا على برنامج المالتي ميديا. تمام، هتحدد وسيلة الانتقال، هتحدد الزاوية، هتحدد الإضاءة إذا كانت أساسية خلفية جانبية، هتحدد زمن اللقطة، حابب تكتب ملاحظات أو لا. فده مثال مثلا لسيناريو، أنا هنا هعلم إيه؟ مناسك الحج، عرضت البسملة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، اتكلمت ان برنامج انا هعرض برنامج وسائط متعدده لتعليم مناسك الحج للاطفال مثلا، هضيف صوره تعبيريه وهحدد زاويه الانتقال ووسيله الانتقال، حدد وسيله الانتقال وزاويه الكاميرا والاضاءه وزمن اللقطه. تمام، هنحدد فريق الاعداد ونعرض صوره توضيحيه برضو. تمام، ونبدا بقى في سرد تفاصيل الحج. فعندي مثلا أول حاجة أنا بخرج من البيت بنية الحج، ولما بوصل لمكة المكرمة يستحب أن يغتسل الشخص إذا تيسر له هذا. تمام، طيب بعد كده بنعمل إيه؟ فبعرض الجزء الصوتي اللي هيشرح الجزء ده، هعرض الصورة المعبرة، هحدد وسيلة الانتقال، زاوية الكاميرا، الإضاءة، زمن الانتقال والملاحظات. بعد كده نبدأ في سرد باقي تفاصيل مناسك الإيه؟ الحج. فأنت لما تيجي تبدأ في الشغل بتاعك إن شاء الله، هنلاقي مثلا إن مينيمم هتوصل ل 25 30 لقطة في زمن مثلا مدته 3 4 دقايق، يعرض لك برنامج وسائط متعددة بيفيد في تعليم حاجة أو شيء ما لفئة معينة. تمام؟ فإن شاء الله إحنا السكشن ده اتكلمنا بشكل عام عن السيناريو، تفاصيل السيناريو، اتكلمنا عن خطوات إعداد برنامج وسائط متعددة. السكشن اللي جاي هنتكلم إزاي نسجل الصوت، إزاي نعمل له إيديت على برنامج الكول إيديت. السكشن النهائي إن شاء الله هنتكلم على برنامج الأدوب بريمير، ونعرف إزاي ننتج بشكل نهائي برنامج وسائط متعددة. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.